وسط الإضرابات التي تعم بريطانيا للمطالبة بارتفاع أو برفع الأجور، وزير المالية البريطاني أكد اليوم أن شبح الركود الاقتصادي بعيد عن بريطانيا، وبالتالي ماذا حملت موازنة بريطانيا للعام 2023؟ إذا بدأنا في المناطق التي تم إطلاقها، تم إطلاق 12 منطقة استثمارية بتمويل يصل إلى 1 مليار جنيه استرليني، وكل منطقة ستتلقى 80 مليون جنيه استرليني على مدى 5 سنوات كدعم حكومي. بالنسبة لموازنة الدفاع، فأيضا تم رفع موازنة الدفاع بمقدار 11 مليار جنيه استرليني على مدار 5 سنوات المقبلة. وأيضا نشير إلى أن الميزانية حققت فائضا في شهر يناير 2023 بمقدار 5.4 مليار جنيه، وذلك بدعم من انخفاض أسعار الطاقة. ماذا عن النمو الاقتصادي لبريطانيا؟ في البداية نشير إلى أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.3% في يناير من العام الحالي، وجاء أكثر من التوقعات، وذلك بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، وأيضا بتعويض من قطاعي البناء والتصنيع للأداء الضعيف لقطاع الخدمات. في هذا الإطار أيضا نشير إلى أنه تم فرض زيادات ضريبية بقيمة 55 مليار جنيه استرليني في نوفمبر من العام الماضي، وهذا دعم أيضا النمو الاقتصادي في بريطانيا. كما أشرنا أيضا أن الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي ساهم بالنمو الاقتصادي. هذا الانخفاض بدأ منذ أواخر العام الماضي، ولكن طبعا في المقابل نذكر أن صندوق النقد الدولي توقع أن تشهد بريطانيا انكماشا على مدار العام 2023، لتكون الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي ستحقق تراجعا في النمو الاقتصادي. أيضا نشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر من العام الماضي، نذكر أنه انخفض بنسبة 0.5%، وذلك وسط الإضرابات التي كانت تعم بريطانيا للمطالبة برفع الأجور. وبالتالي ما هي التوقعات اليوم للتغيرات التي ستطرأ على أجور الموظفين في القطاع العام في بريطانيا؟ إذا نذكر اليوم أن بريطانيا تسعى لزيادة أجور الموظفين، وذلك في محاولة لمنع المزيد من الإضرابات التي تجتاح بريطانيا. وبالتالي من المتوقع أن يتم زيادة الرواتب بنسبة 5% لموظفي القطاع العام في العام الحالي والعام 2024 بدلا من 3.5%. نشير أيضا إلى أن وزير المالية البريطاني أشار اليوم أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في بريطانيا إلى 2.9% بنهاية العام 2023. أخيرا، بالنسبة لانهيار بنك سيليكون فالي الذي أثر على كل الاقتصاد العالمي، بريطانيا أكدت أنه يتم البحث بين وزارة المالية البريطانية وبنك إنجلترا لحل كل المشكلات التي يمكن أن تواجهها شركات التكنولوجيا البريطانية التي تمتلك ودائع في بنك سيليكون فالي الذي انهار. وأيضا نشير إلى أن بريطانيا أكدت أن النظام المصرفي البريطاني لا يزال قويا ومرنا، وفي تفاصيل ذلك سيتم طبعا وضع إجراءات من قبل البنوك البريطانية، وذلك لطبعا تعويض المودعين. بريطانيا ستدرس إجراءات جديدة للحد إذا من انهيار بنك SVB، وبموجب إجراءات إفلاس البنوك في بريطانيا يحق لبعض المودعين الحصول على ما يصل إلى 85,000 جنيه استرليني كتعويض عن الودائع المفقودة، و170,000 جنيه استرليني عن الحسابات المشتركة. إذا هذه كانت أهم التفاصيل اليوم بشأن موازنة بريطانيا للعام 2023.